الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلي، ولكن كذب وتولي، ثم ذهب إلى أهله يتمطي، أولي لك فأولي، ثم أولي لك فأولي، أيحسب الإنسان أن يترك سدي، أيحسب الإنسان أن يترك سدي، ألم يك نطفة من مني تمني، ثم كان علقة فخلق فسوي، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر.